أعزائي طلاب تمهيدي الماجستير المهني، سأقوم بعرض استراتيجية التصدير كإحدى استراتيجيات الدخول أو اختراق الأسواق العالمية. أولا، مفهوم التصدير يعني شحن السلع المنتجة في دولة ما إلى دولة أو دول أخرى وتسويقها في تلك الدول، وقد تلجأ الشركة للقيام بكل الوظائف للقيام بالتصدير، أو قد تسندها إلى شركة تصدير متخصصة. كما يعني التصدير أيضا قدرة الدولة ومنظماتها على تحقيق تدفقات سلعية وخدماتية ومعلوماتية وثقافية ومالية وسياسية وبشرية إلى أسواق عالمية ودولية أخرى بغرض تحقيق أهداف الصادرات من أرباح وقيمة مضافة وتوسع وفرص عمل والتعرف على ثقافات أخرى وتكنولوجيا جديدة وغيرها. ثانيا، يوجد نوعين من المصدرين: المصدر السلبي العربي يخص المنظمات التي تعتبر التصدير ما هو إلا تصريف الفائض الحاصل من الإنتاج. ثاني نوع، المصدر الإيجابي النشط يخص المنظمات التي لديها رغبة وعزيمة مؤكدة لاختراق الأسواق العالمية. ثالثا، توجد طريقتان للتصدير: الطريقة الأولى التصدير غير المباشر، وهنا تقوم المنظمة ببيع ما إلى مستفيد محلي والذي يقوم بعملية تصدير المنتج إلى الأسواق الخارجية، ويعتمد التصدير غير المباشر على الوسطاء المستقلين المتمثلين في الآتي: 1. التاجر المصدر يقوم بشراء المنتجات وبيعها لحسابه الخاص. 2. وكالة التصدير المحلية، وهنا يتم البحث عن الأسواق الخارجية والتفاوض مع المستوردين الأجانب مقابل عمولة معينة. 3. المنظمة التعاونية تقوم بالتصدير نيابة عن المنظمات المنتجة مثل المنتجات الزراعية. 4. منظمة إدارة التصدير تعمل تلك المنظمة على أنشطة التصدير لمنظمة منتجة أو لمجموعة منظمات في وقت واحد مقابل عمولة معينة. الطريقة الثانية التصدير المباشر، تقوم به المنظمات التي لديها طلب مستمر من عملائها الأجانب على منتجاتها، وبالتالي تفضل هذه المنظمات القيام المباشر بنشاط التصدير الخارجي لمنتجاتها في الأسواق العالمية. وممكن أن يتم ذلك من خلال عدة طرق، وهي: 1. قسم التصدير المحلي يتبع للمنظمة التي تقوم ويقوم بعملية التصدير. 2. فروع للمنظمة بالخارج وتقوم بجميع السياسات التسويقية الخاصة بالصادرات من بيع وتخزين وتوزيع وترويج. 3. ممثلي مبيعات التصدير المتجولين، تقوم المنظمة بإرسالهم نيابة عنها إلى الدول الأخرى بغرض التعريف بمنتجاتها أو التفاوض وعقد الصفقات التجارية. 4. الوكلاء أو الموزعين الأجانب، وتقوم المنظمة بالتعاقد مع وكلاء أو موزعين أجانب بغرض بيع منتجاتها نيابة عنها بعمل إعلانات في الصحف أو
وبإرسال كتالوجات. مزايا التصدير للأسواق العالمية: 1- بيجنب التصدير المنظمة تكاليف إنشاء عمليات التصنيع في دولة أجنبية. 2- يعتبر وسيلة مناسبة للحصول على الخبرة العالمية. 3- لا تحتاج المنظمة إلى رأس مال كبير مقارنة بالبدائل الأخرى. عيوب التصدير إلى الأسواق العالمية: 1- قد لا يكون التصدير من الدولة الأم ملائما إذا كان هناك مواقع ذات تكلفة أقل لتصنيع المنتج في الخارج. 2- في حالة ارتفاع تكاليف النقل تصبح طريقة التصدير غير اقتصادية. 3- من أهم عيوب التصدير حواجز التعريفة الجمركية. 4- في حالة اعتماد المنظمة على وكلاء للقيام بأنشطة التسويق في الخارج وتكون لديهم ولاءات متعددة كالتعامل مع المنافسين.